هاد المناسبة اللي في الثقافة المغربية وفي العادات ديالنا يعني في البعد الديني تعطوا يعني لجميع المواطنين واحد الأهمية كبيرة. فهاد السنة تظهر أن تدوس في ظروف غير عادية فعلا. خلال 10 سنوات الماضية كان عرف واحد العدد ديال الزيادات في الأثمان، لكن هاد العام يعني زيادة أكثر من اللازم. قبل ما نهضروا على الزيادة غنهضروا على أمور أخرى اللي هي الجودة ديال الأضاحي ويعني الأعلاف ديالها وطريقة التسمين ديالها. هذا موضوع مهم. حنا دائما تنقولوا أن المسؤولية يعني في هذا الباب هذا تقتضي أننا تكون متابعة للقطيع مسبقة فعلا، تعرف هذه العملية لونسا تدير تحركات في هذا المجال في خلال يعني البوكلات ليدونتيفيكاسيون ديال الحوالات للإحصاء، لكن تيبقى داك الشيء دائما يعني لا يغطي في نظرنا احنا يعني الأبعاد الحقيقية لضمان الجودة الحقيقية ديال القطيع. فاحنا باقي مازال يعني طريقة الإعلاف ديال 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 الحولي الخروف باقي فيها إشكال، تلقوا باقي استغلال ديال المطارح في هذه العملية هذه في واحد العدد المناطق، باقي استعمال داك المخلفات في البيوت ديالنا اللي تلقوا الكراس باقي تجمعوهم وتيدوهم من أجل تغذية هاد الأضاحي، باقي المطارح تستغل بطريقة يعني خطيرة بزاف في تسمين هاد القطيع، أيضا استعمال داك المخلفات ديال الدجاج باقي تتبع عندنا في مناطق متعددة، باقي خاصة الرقابة لي يعني إيقاف هاد العمليات الخطيرة اللي تتأثر سلبا على جودة ديال اللحوم وجودة ديال القطيع، أيضا استعمال بعض الأعلاف اللي هي يعني كما تنقولوا مجهدة على الحولي ولكن تعطي واحد التسمين في واحد المدة وجيزة، هي أعلاف غير معدة للحولي معدة للمجالات أخرى بحال ديال الأعلاف ديال العجول بحال الأعلاف ديال تحت الدجاج الكوانو وغيرها باقي تيتستعمل في هذا المجال ديال التسمين يعني القطيع ديال معدل العيد. هذه العملية كلها تتستدعي يعني واحد المراقبة واحد تدخل من الجهات المختصة سواء يعني السلطات المتواجدة والمنتشرة على جميع المناطق يعني في المغرب، وكنت عارفوا أن الدور ديال السلطة المحلية من المقدمين من شيوخ من القياد يعني هذه المسألة مهمة أنهم يهتموا بها، وأيضا مسألة ديال لونسان اللي هي مسؤولة على السلامة الغذائية وعلى توفير منتوج جيد للعرض ديالو في الأسواق. إذا مسألة ديال الجودة من هذا الجانب هذا فيها إشكال. دائما نحيط يعني احنا كهيئة كمهتمين بالمجال الاستهلاكي يعني نحيط المسؤولين بالاهتمام بهذا المجال هذا والضرب على الناس التي يستغلون بطريقة غير قانونية وتؤدي بعض المرة إلى كوارث كبيرة على مستوى صحة المواطنين وأيضا على مستوى تلوث ديال اللحوم، بالإضافة لاستعمال بعض المواد بحال الفانيد بحال واحد عدد المواد اللي هي محرمة اللي تتعطل القطيع ويربحوا الوقت في مجال يعني الإغناء الغير المشروع عن طريق الطريقة هذه. إذا هذا الملف المسألة الأولى هو جودة ديال اللحوم. احنا دائما يعني راه تنقولوا هذا موضوع أولي وموضوع مهم وده أولوية للاهتمام به. كاين المسألة الثانية هو ديال الأثمان ديال الأضاحي. احنا في خلال التتبع ديالنا والتقييم ديالنا للأسواق وما يعني يروج حاليا على مستوى يعني الاستابل يعني حسب الكوارة ديال الحولي أو في الأسواق، حنا تنقولوا أن راه كاين تقريبا واحد 1500 درهم حتى 2000 درهم زيادة خلال هذه السنة. يعني 1500 درهم باش تزاد في الحولي في سنة شوية مضرة بالنسبة للمواطن. وحنا ملي تندور في الجولات الان تلقى واحد العدد ديال الناس راه حتى الان لا حول لهم ولا قوه وربما تيقول لك راه ما غيضحوش. وهذه العمليه هذه اش تعطينا واحد عدم الاستقرار الاجتماعي داخل المجتمع، حيت ملي تيكون الانسان في مناسبه بحال هذه وتيتحرم بواحد العدد من الاسر
من انه يتمتع حتى هو بهذه الشعيره هذه ويكون عنده حولي والابناء ديالو كيفاش غيكون قدامهم. هنا تيكون واحد عدم الارتياح وعدم الاستقرار معيشي لدى المواطن. حنا باقي نتساءل يعني سبب زياده بهذه الطريقه يعني الملفته والكبيره بزاف. راه خصنا نعرفوا ان الحولي كانت تدير 1500 درهم دابا راه فيت 2500 يقل 3000 درهم. الخروف اللي كانت تدير 3000 درهم راه دابا تيدور في 4500 حتى 5000 درهم. هاد الاثمان راه كاينه في السوق وهذا الشيء هو اللي معروض الان حسب التقييم ديالنا حنا وحسب ما يعني حاصل بالاسواق. فهنا هاد الزيادات يعني شويه غير مبرره. كاين الجفاف متفقين، كاين الغلاء ديال المواد ديال العلف متفقين، ولكن ماشي بهذه النسبه هذه. وهنا التدخل ديال المؤسسات خصها تراعي الجانب الاجتماعي ديال الاسر والمواطنين، خصها تدخل بطريقه او باخرى. فعلا كان تدخل على مستوى استيراد الحولي من برا. هذه العمليه حتى هي عندنا عليها علامه استفهام كبيره، لان الدوله دعمت هذا الحولي، ومادام انها دعمته يعني مبدئيا خصها تدخل في الاثمان ديال الداخليه، ما تخليش يعني بهذه الاستقلاليه وبهذه الطريقه اللي تتعرض بالاسواق. شتي يعرضوا ب 2500، شتي يعرضوا ب 3000، شتي يعرضوا ب 2000 درهم، كل واحد وباش تيعرض هذا الحولي هذا، في حين انه مدعم من الضرائب ديال المواطنين. انا تعرف ان المواد الاستهلاكيه المدعمه مقابل هذاك الدعم اللي تعطي الدوله هو ان تدخل في الاثمان باش ما يرتفعوش. حنا ما شفناش الاثمان متفاوته حسب المناطق، لا استقرار، هنا كاين اشكال كبير. وحتى المساله ديال يعني معلومه حول الشراء ديال الحولي شحال باش تشرى، يعني كميه او المبلغ ديال النقل ديالو راه هو راه معروف. فالدوله كتعطي غير المعطيات للمواطنين باش على الاقل يكونوا على بينه. مادام هو دعموا هذا الحولي نكونوا على بينه بهذا التقويم ديال هذا الخروف اللي جا، شحال خصو السقف ديالو باش تباع في السوق. وكان خص تكون تدخل هنا. فعلا الدوله راعت يعني الكسابه اللي كاسبين القطيع في الداخل باش ما تاثرش عليهم، ولكن ما راعتش المواطن البسيط والطبقه الوسطى والمتوسطه الوسطى والفقيره اللي خصها تنتظر من الحكومه ومن الدوله انها تعطيهم يعني المعلومه حول الاثمان ديال هذا الحولي هذا. راعت لواحد الطبقه متفقين، ولكن ما راعتش لعموم المواطنين اللي تيتسناو منها انها تكون عادله في هذا المجال. وداك الدعم خصو يبان لامباكت ديال التاثير ديالو في الواقع المعيشي والثمن ديال الحولي في السوق. هادو مواضيع اللي ربما اثارت انتباهنا في الاسواق. ندوزو لنقطه اخرى ربما باقي بعيده ولكن محتاجه منا ان الالتفاته ديالها، وهو خص واحد التحسيس حول التعامل مع الاضاحي. حنا هاد المناسبات كيعرف واحد الهضر غذائي كبير، واحد طريقه التعامل مع الاضاحي شويه غير سليمه وغير صحيحه. فاحنا غنحاولوا نديروا فقرات تحسيسيه كهيئه وطنيه وكجمعيه حمايه المستهلك باش نحاولوا يعني نساهموا مع الاسر ومع الافراد ومع العائلات في طريقه التعامل مع الاضحيه من الجانب الطبي ومن الجانب الاجتماعي. لان العيد تيدوز فعلا وتيدوز العيد وتيجي عيد اخر، ولكن خص يخلي واحد التاثير ايجابي على المستوى الاجتماعي ديال الاسر وايضا على الصحه ديال المواطن. تعرفوا ان الناحيه الطبيه وهذا المجال اللي نقدروا نجيبوا فيه يعني الناس اللي ذوي الاختصاص، طريقه كميه اللحم اللي خصها تتناول في النهار، يعني طريقه الطهي كيفاش خصها تكون، هذا الامور كلها ان شاء الله غنساهموا فيها احنا في برامج كهيئه وطنيه من اجل الوصول الى واحد المستوى ديال الاستهلاك الصحيح ديال اللحوم خلال هذه المناسبه هذه. تعرفوا ان كميه كبيره ديال يعني ما يقارب 7 أو أزيد من 6 مليون ديال الأضاحي، يعني كمية كبيرة. خصنا نعرفوا طريقة التعامل معها باش ما يكونش ضياع كثير، باش ما يكون لنا تأثير على الصحة ديال المواطن، وأيضا باش ما نخلو مورا العيد يعني ظواهر يعني سلبية على الصحة ديالنا. فلا بد من واحد العملية ديال التحسيس، واحد العملية ديال الإعداد القبلي لهذه العملية. إن شاء الله حنا غنشتغلوا عليها على المستوى الوطني عن طريق الجمعيات ديالنا كلهم في إطار التحسيس والتوعية والتعامل مع الظاهرة.